ما هي آسيا الصغرى؟ تعرف آسيا الصغرى بالإنجليزية آسيا مينور، أيضا باسم الأناضول، وتمثل في العصر الحالي القسم الآسيوي التابع لتركيا. وهي تمتلك موقعا مميزا يشكل مركز الوصل بين قارتي أوروبا وآسيا، وأدى ذلك إلى أن تكون الطريق الذي مهد لغزو وهجرة الكثير من الناس والشعوب إلى القارات المتنوعة. وتشترك آسيا الصغرى بحدود شمالية مع البحر الأسود، ويحدها من الجهة الجنوبية البحر الأبيض المتوسط، ولها حدود غربية مع بحر إيجا، وتحدها القوقاز من الجهة الشمالية الشرقية، وتشترك بحدود جنوبية شرقية مع أراضي سوريا الكبرى. أما من الجهة الشرقية فتحدها الهضبة الإيرانية والقوقاز. إن أقرب دليل على الوجود السكاني في منطقة آسيا الصغرى يعود إلى عائلة من الأسرة الأكادية، وقد عرفت آسيا الصغرى في ذلك الوقت باسم أرض هاتي، وعاش فيها الحثيون الذين أطلقوا عليها اسم أسوا، واستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الأراضي الممتدة من الدلتا التابعة لنهر كايستر عند ليبيا. ولكن صار هذا الاسم يطلق على جميع أراضي المنطقة التابعة لآسيا الصغرى، كما يعد لفظ أسوا هو الأصل اللغوي المنتمي إلى العصر البرونزي لاسم آسيا، ثم أطلق عليها الرومان لاحقا اسم الأناضول ومعناه الشمس المشرقة. أما اسم آسيا الصغرى فقد اشتق من اللفظة اليونانية ميكرا آسيا، أي آسيا الصغرى. أسست عبر التاريخ في أراضي آسيا الصغرى العديد من المدن والمماليك مثل كاريا وفريجيا وأرمينيا وأشور وأيوليا وبسيديا وليديا وبوثينيا وتراقيا وسيليكيا وأوراتاوا وغيرها، مما أدى إلى ظهور العديد من الإنجازات المرتبطة بالشعوب التي استقرت في هذه المدن والمماليك داخل آسيا الصغرى. كما تعد أراضيها مكانا لموقعين من عجائب الدنيا القديمة، وهما معبد أرتميس وقبر موسولوس. شهدت أراضي آسيا الصغرى استقرارا ملحوظا بعد وصول الرومان إليها، إذ ساهموا في إنشاء وتأسيس الكثير من المدن والطرقات التي تربط بينها. كما شهدت المجتمعات التابعة للسواحل ازدهارا متسارعا. ولكن بعد سقوط روما في سنة 476 ووصول الإسلام إلى آسيا الصغرى، قرر البيزنطيون محاربة المسلمين في تلك الأراضي، واستمرت تلك الحروب حتى وصول السلجوقيين من الأتراك الذين سيطروا على آسيا الصغرى منذ سنة 1068 حتى سنة 1299، حيث صارت آسيا الصغرى إحدى المناطق التابعة للإمبراطورية العثمانية، وظلت كذلك حتى تأسيس الدولة التركية. تمتلك آسيا الصغرى مجموعة من المعالم الجغرافية المعقدة نسبيا، وترتكز على مركز يحتوي على أحواض وكتل من الصخور التي تغطيها الرواسب، مما يؤدي إلى ظهورها كهضبة تحتوي على مجموعة من المعالم الوعرة، وتقع بين سلسلتين من الجبال التي تلتقي معا في الجهة الشرقية. أما الأراضي المنخفضة في آسيا الصغرى فتشمل الشواطئ الممتدة على سواحل كل من البحر المتوسط والبحر الأسود. وينذر ظهور الأراضي المنحدرة أو المسطحة، ولكنها تظهر في بعض المواقع الجغرافية مثل بعض السهول الداخلية وأنهار بويوك ميندريس ووادي جديز والسهول الساحلية التابعة لشوكوروفا وغيرها من المواقع الأخرى. وتقسم المناطق الجغرافية في آسيا الصغرى إلى الآتي: منطقة البحر الأسود، منطقة البحر المتوسط، منطقة هضاب الأناضول، منطقة الأناضول الشرقية.